عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف خص المنتصف في حديث خاص، وش قال له البرقان عن وجود مؤامرة ضده وكيف يرى مستقبله مع اللجنة؟ هل تشعر بأن هناك أناس يسعون لإبعادك عن لجنة الاحتراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء سعيدين بتواجدكم معنا هنا في مقر اللجنة. شيء ثاني أبدا، بالنسبة لنا في لجنة الاحتراف طبيعي جدا أن نتعامل مع عقود مبالغ مالية وتطوير فطبيعي جدا أن يكون هناك بعض الاختلافات بالنسبة لوجهات النظر، شيء طبيعي جدا، لكن استقصاد الحربة وكذا لا يمكن تصير هنا. طيب دكتور عبد الله، هل ندمت على أي قرارات سابقة؟ يا رب لك الحمد والشكر. لما أشوف الآن مسار اللجنة بالوقت الحالي أحمد الله سبحانه وتعالى أنه يعني الحمد لله تجاوزنا كل الصعاب اللي يعني واجهناها في بداية عملنا من تقريبا منتصف 2013، لكن نتاج اللي قاعد أشوفه الحين الحمد لله يعني حققنا الكثير من اللي إحنا كنا نطمح له إن شاء الله، وبدأنا الآن نسير بالطريق الصحيح الحمد لله. دكتور عبد الله، وصفك لضغوطات بعض الأندية على لجنة الاحتراف؟ طبعا طبيعي، لأن تعرف يعني خاصة فترة التسجيل يعني الإدارة تكون محرجة أمام الجماهير وأمام أعضاء الشرف عندما يعني إذا ما لم تستطع تسجيل لاعبين، لكن هذه التطبيقات التي يعني نفذناها سواء الحوالات البنكية أو إنهاء شكاوى قرارات غرفة المنازعات، فعلا كان هناك ضغط على الأندية، لكن لما تشوف النتائج الحين تجد هناك فرق. تخيل مثلا كان هناك تقريبا أكثر من 500 مليون ريال مديونيات سابقة كلها انتهت الحمد لله. صح أضغط على النادي يعني فترة بسيطة، بعدين حتى إذا انهى هذه الشكوى خلاص يصبح وضع جيد سواء ماديا أو فنيا. دكتور عبد الله، لك رغبة بالاستمرار والتعاون والعمل مع الاتحاد السعودي فترات قادمة بإذن الله؟ والله طبعا احنا باقينا لسه يعني انتهي العمل الاتحاد الموجود هذا في شهر 12 2016، لكن لما حدد استمراريتي كعضو مجلس إدارة في المجلس القادم يعني تقريبا يمكن بعد 6 شهور من الآن يمكن الواحد يحدد بالضبط هل يعني استمراريتي أو عدمها. يعني مستعد بعد 6 شهور يعني يبين معي إن شاء الله بإذن الله. دكتور عبد الله، تحويل حسابكم الشخصي إلى حساب تبع لجنة ويخص اللجنة، هل هي اللعبة على ثغرات القانون أو القرار؟ أبدا، ليش هناك لعبة؟ هذا يعني بس قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه يعني ما تكون هناك حسابات شخصية، يعني نتحدث عن أخبار اللجنة، فأصبح هذا الحساب خاص بلجنة الاحتراف. أصلاً أنا بالنسبة لي أنا شخصياً قبل استلام لجنة الاحتراف لم يكن لدي حساب في تويتر نهائياً يعني.